إن من العقائد الكفرية الاعتزالية المعتزلة، من عقائدهم الكفرية إنكار رؤية الله يوم القيامة في الجنة، ينكرونها يا رجل، يقولون الله ما يراه أهل الجنة، ما في شيء اسمه رؤية الله يوم القيامة. هذه عقيدة صحيحة ولا باطلة؟ عقيدة باطلة يا رجل، بإجماع المسلمين عقيدة باطلة. المشكلة ما هي يا إخواني؟ المشكلة إنهم يستدلون على عقيدتهم هذه بآية من القرآن، بآية من القرآن تدل على أن الله ما يرى في الجنة. يا رجل من القرآن؟ وين هذه؟ قال اسمع، أولم يقل الله عز وجل في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، لن تراني. هذه آية من القرآن ولا لا؟ الجواب نعم. فيجيك المعتزلي مبسوط يقول أنت يا السني تبي على عقيدتك آية من القرآن، أنا جبت لك على عقيدتي آية من القرآن، فكيف ترد عليه؟ كيف ترد عليه؟ ترد عليه بالأصل الثاني مباشر، وهي أنك تقول له: أيها المعتزلي اخسأ، كذبت على الله وعلى رسوله وعلى عقيدة المسلمين. فإن الصحابة متفقون على أن الرؤية المنفية في هذه الآية أنها نفي للرؤية في الدنيا فقط، الله ما يرى في الدنيا، وأما في الجنة فقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أنه يرى رؤية حقيقية تليق بجلاله وعظمته. يخسأ المعتزلي حينئذ ويندحر، يندحر يهرب، لأنك رددت عليه. الصحابة كانت تطرق مسامعهم هذه الآية لن تراني، يعني ما قراها لنت يا المعتزلي، قراها أبو بكر ولم يفهم فهمك، قراها عمر ولم يفهم فهمك، قرأها عثمان وعلي والمهاجرون والأنصار والسلف الصالح والأئمة، ومع ذلك ما فهموا فهمك أنت. ففهمك في هذه الآية فهم مخالف لفهم السلف، وكل فهم مخالف لفهم السلف فهو فهم باطل.